والمشاركة المغربية النهاردة نبيل عيوش. أنا الهدرة المغربية أنا كنحماق عليها ونحبها ونعشقها بزاف يا حبيبتي. أوكي صباح صباح. فأنا بعشق المغرب وحب المغرب يعني بجد بجد أقرب الأقربين ليا من المغرب. فأنا أتمنى لهم التوفيق وربنا يكرمهم. هم دايما متميزين وشعب راقي وعنده حس فني عالي في المزيكا بالذات. يعني أنا دايما تشوف الانستجرام بتاعي هتلاقي الانستجرام بتاعي كله أغاني مغربية. فأنا بعشق البلد دي وإن شاء الله يكون حاجة حلوة. أنا عارفة إن هم قد المسؤولية. مع دانا أختي في إحدى الفنانات تعاملت معاها بشكل غير لائق أبدا. ويا دانا عارفة كل واحد وطريقته عبرت عن انزعاجها من الموضوع ده. بس احنا اكبر من كده بكتير يعني الموضوع مش مستاهل. تسألوها هي بقى. اوكي.